عيد الفطر. استيقظت الأم باكرا وأعدت فطور الصباح وأيقظت كل أفراد العائلة، الأب الجد والأولاد. وبعد الاستحمام وتناول فطور الصباح قال الأب: هيا بنا إلى المسجد. قالت سعاد: هل أذهب معكم؟ أعلم أن هناك مكان مخصص للنساء في المسجد، أليس كذلك يا أبي؟ قالت الأم: وهل تتركيني وحدي؟ يجب أن تبقي معي، هناك الكثير من الأعمال تنتظرنا، من ترتيب البيت وتحضير الغداء. اليوم سنستقبل العديد من الضيوف، ويجب أن نستعد لذلك يا بنيتي. ولما عاد الأب والجد استقبلتهما سعاد وعانقتهما عناقا حارا: عيدكما مبارك يا جدي ويا أبي. كل عام وأنت بألف خير يا بنيتي.